أهلا بكم. ساهم مشروع حكومي في قطاع غزة لتأجير واستزراع الأراضي الحدودية مع إسرائيل في التشجيع على الاستثمار الزراعي في تلك المناطق ضمن مشروع تشرف عليه سلطة الأراضي الفلسطينية بمساعدة منظمات دولية. وكان الجيش الإسرائيلي يعيق على مدى سنوات طويلة وصول الفلسطينيين إلى هذه الأراضي بذرائع أمنية ويطلق النار عليهم بين الفينة والأخرى، وهو ما كان يزعزع موسم الحصاد. فما حجم التغيير الذي طرأ على هذه الأراضي الزراعية؟ نسأل بعض التقرير. قرب الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، حقول خضراء كانت فيما مضى مجرد كثبان رملية. تروي المياه الأرض لكنها لا تطفئ سخونة الأحداث على الحدود. فمع أي تصعيد عسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل، تصبح هذه الأراضي الحدودية عادة مسرحاً لعمليات جيش الاحتلال. ومع ذلك يرغب مزارعون في العمل هنا، وذلك بفضل مشروع حكومي لتأجير هذه الأراضي سنويا بمبلغ 50 دولارا أمريكيا لكل 1000 متر مربع. يبدو ذلك سببا مقنعا للمزارعين للاستثمار رغم كل المخاطر. يعني في بداية المشروع قبل أن نستغل المشروع هذا، كانت الأرض كثبان رملية بور لا يسمح فيها ولا شجر إلا أشجار برية، أو يعني حتى الطيور ما بتكون تعيش فيها. اللي زرع زراعة زرع خضرة وبطاطا وجزر وتوت، واللي زرع شجر زيتون جوافة ليمون، يعني كل مزارع استفاد. تشرف على المشروع سلطة الأراضي وتساهم منظمات دولية في تمويله ومساعدة المزارعين. تم تأجير ما يقارب من 1500 دونم زراعي حتى الآن. الهدف منه هو دعم المزارع ودعم السلة الغذائية في القطاع، إضافة إلى توفير فرص عمل للعديد من المواطنين في ظل البطالة المتفشية في القطاع. سيبقى المزارعون ينتظرون بقلق موعد حصاد لقمة العيش قبل أي تصعيد جديد. أما جيش الاحتلال فلا يزال يراقب ما يحدث عن بعد. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة يمنع الفلسطينيين بقوة السلاح من الاقتراب من هذه المناطق الحدودية لذرائع أمنية. أما اليوم فترى السلطات هنا أن استصلاحها وفرض السيطرة عليها ضرورة ملحة لأبعاد أمنية وسياسية وأيضا اقتصادية. صالح الناطور العربي، قطاع غزة. ومن غزة نرحب معنا بالخبير الزراعي والبيئي نزار الوحيدي. أهلا وسهلا بك معنا سيد نزار. بداية، أخبرنا لو سمحت عن بدايات هذا المشروع، عدد المزارعين المستفيدين منه وحجم المساعدة التي تقدمها منظمات دولية خاصة لتمويله. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على تركيز الضوء على هذا المشروع العملاق الذي يثبت الحق الفلسطيني في استثمار الأرض ويخلق فرص عمل لأكثر من 5000 إنسان يزرعون في هذه المنطقة ويشكلون رافعة للإنتاج الزراعي الفلسطيني في منطقة أقل ما يقال فيها أنها تتميز بتربة صالحة لزراعة المحاصيل التصديرية، وأنها تمتلك المخزون المائي الأعذب في قطاع غزة. ولكنها طبعا رغم كل هذه المميزات هي زراعة تحت أنف الذئب المفترس الجالس خلف السياج الذي يفصل بين المزارع وفوهة البندقية، فيه مسافة لا تزيد عن 10 أمتار. فهذا المشروع تحدي ومشروع اقتصادي ومشروع إنمائي سكاني لأهل المنطقة الذين يغلب عليهم الفقر والحاجة والبطالة في ظل الظروف السياسية التي طب سيد يعيشها قطاع غزة. نعم، حتى الآن تم تأجير نعم. نحو 1500 دونم من هذه الأراضي. نعم. ما هي المساحات المتبقية والتي يمكن استثمارها من قبل المزارعين الفلسطينيين؟ وهل هناك حماسة من قبلهم للاستفادة يعني من خيرات هذه الأراضي إن بالفعل يعني عملوا عليها؟
وفعلا في عدة آلاف دونمات لا زالت متبقية، ليست كثيرة. نحن نتحدث عن منطقة التماس مع جيش الاحتلال، هي عدة آلاف، تم تأجير 1500 دونم، لا أمتلك الرقم الدقيق تماما، لكن هي عدة آلاف لا تزيد عن 5000 دونم، معظمها مملوك للسكان. ولكن التحدي الحقيقي ليس في قضية امتلاك الأرض أو تأجيرها، التحدي الحقيقي هو في الإنتاج في ظل هذه الظروف القاهرة والظروف الأمنية السيئة. وبالتالي هنا تكمن المأساة. ما المطلوب لإنتاج أفضل؟ يعني كيف يمكن توسيع وتطوير هذا المشروع؟ نعم، أن تتبنى المؤسسات الدولية هذه المنطقة بصورة أفضل. الحكومة في غزة أعطت الدنم الواحد مسافة 1000 متر مربع قيمة تأجير رمزية جدا لا تساوي تكلفة الاستصلاح وتسوية الأرض، هي $50، يعني قيمة لا تذكر مقابل الإنتاج المتوقع. إذا علمنا أن الدنم الواحد منها في هذه المنطقة يمكن أن ينتج من 3 إلى 5 أطنان من محصول الفراولة في شهر تشرين الثاني وكانون الأول، وهي فترة الذروة في الإنتاج التصديري، أن ينتج من 5 إلى 8 أطنان من محصول البطاطا أو البطاطس كما يسمونه في العالم العربي، وكثير من المحاصيل مثل التفاح والإجاص ومحاصيل فاكهة أخرى كثيرة كالدراق والخوخ والمشمش. إذن هي منطقة متميزة جدا بالإضافة إلى ما ترين من الخضروات. المطلوب باختصار لو سمحت، ما الذي يخشى منه المزارعون في حال حدوث أي تصعيد مع الجانب الإسرائيلي؟ الذي يخشونه خسارة محاصيلهم، وفي نفس الوقت عدم وجود صندوق ضمان أو تأمين لاسترداد مخاسرهم أو تعويض ما فقدوه في هذه المغامرة الاستثمارية. المشكلة الكبرى في غزة أن ما يدمره الاحتلال لا يعوضه أحد، وتحاول الحكومة جاهدة أن تفتح أبواب دعم لهؤلاء المزارعين، لكن صعب. نتمنى ذلك وأن تتم الاستجابة لهذه الدعوات. كل التوفيق لكم، وأشكرك جزيل الشكر الخبير الزراعي والبيئي نزار الوحيدي من غزة. الآن عودة إلى صبا ومتابعة لبقي ملفات هذه النشرة. إليك صبا. شكرا لك نادين. شكرا.